أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في توقعات أحوال طقس بربوع المملكة لنهار اليوم الخميس. غادي تميز الحالة الجوية بمرور سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية بالقرب من سواحل الأطلسية، مع تشكل سحب منخفضة نسبيا كثيفة خلال الصباح بالقرب من سواحل متواجدة ما بين الرباط والبيضاء، واللي غتعطي بعض القطرات المطرية متفرقة. بالنسبة لدرجة الحرارة خلال الليل غادي تتراوح ما بين درجة 1 و7 درجات بالمرتفعات والهضاب، وما بين 14 و18 درجة بأقصى جنوب المملكة، وما بين 9 و14 درجة بباقي المناطق. أما درجات الحرارة خلال النهار غادي تتراوح ما بين 9 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و26 درجة شرق البلاد، وما بين 18 و23 درجة بالواجهة المتوسطية والسهول الشمالية. بهذا كنختموا معكم النشرة الجوية، كنشكروا لكم طيب المتابعة، في أمان الله.